بسم الله، رانا المؤسسة رانا في احتجاج، رانا نطالبوا بالسلطات المعنية بالأمر في الداخل، الشركة تاع مدخول وراها العمال في 4 شهور وهذا الخامس ما خلصوش، الشركة تاع مدخول نطالبوا بالمحاسبة، هذه هي نطالبوا بالمحاسبة. رانا هنايا شركة مدخول ما شاء الله وراها في تدهور كبير، المحاسبة نطالبوا المحاسبة. يعني فيما يخص الأجور تاعكم شحال من شهر ما يخلصوش؟ أنا في 4 شهور وهذا الخامس. يعني 5 شهور مت... والشركة كان مدخول، كل شهر كان مدخول. نطالبوا المحاسبة. يعطونا استفسار علاه ما خلصوناش. 5 شهور وين راهم الدراهم؟ محاسبة. طول محاسبة وأنا بصفتي كمحاسب رئيسي في هذه المؤسسة. نطالبوا الولي يتدخل في الأمر تاعنا. تجي المحاسبة ونتحاسبوا. وشكرا. احنا رانا مضرورين، نطلب من السلطات العليا، نطلب من والي سيدي بن عباس، نطلب من وزير الفلاحة، ديديا، كاع الحاجة اللي تاع الفلاحة تدخل في أقرب وقت. تشوف لنا الأوضاع الوضعية تاعنا. احنا رانا في 4 شهور، رانا داخلين في الشهر الخامس، لا خلصة لا والو لا يديك لا والو. كي تقربوا الإدارة يقول لك حنايا خاطينا وراه كيدي، احنا ما قديناش. ورانا في 5 شهور، نوفمبر، ديسمبر، جونفي، فيفري ومارس. للان وهذه الشركات دخل الدراهم يكوفروا لا ما سالارير تاع خدامه غير بلوكاسيون تاع لي زونغار، خلينا لوكاسيون تاع لي شامبر فروا، كاين 11 اونغار هنايا يكوفروا لا ما سالارير تاع الخدامه، والخدامه كاين اونتر 25 و 28 ابوبري. هذا مكسب للجزائر، هذا مصنع كبير، اول مصنع في الجزائر في لا كاباسيتي دو ستوكاج تاعها، كاين 28 شومبرا، كل شومبرا ترفع 3200 قنطار، وراهم مسامحين فيه، وكاين 4 شنابر راهم يطيحوا. تعاود ذكرني باسم المؤسسة تاعكم كسما؟ مؤسسة اس جي بي برودا. هنا نقطة الاستفهام. اكس كوبسر.